النهارده احنا موجودين معاكم علشان نتعرف على نموذج مهم جدا، اشجار المانجو، هي من الاشجار الحساسه من الاشجار اللي تعتبر اقتصاديا مهمه جدا النهارده للمزارع المصري. درجه الملوحه في الارض دايما بتبقى عائق امام الحريه في اختيار المحاصيل المختلفه، لكن النهارده باستخدام العلم قدرنا ان احنا نتغلب على هذه المشكله، ابتدينا نشوف فعلا انتاج حقيقي وانا موجود في المكان ده صاحب المزرعه بيقول لي انا لو بطول ازرع كل شبر موجود او ازرع فوق السطوح هزرعه في البدايه انا برحب بيك اهلا وسهلا بك محمد عبد الحميد بلكي اهلا وسهلا بيك المكان هنا من الاراضي الصحراويه يعني احنا لما دخلنا هي ارض رمليه ارض فيها نوع من الصعوبه حتى فيها اماكن فيها سخرية دي بتحجمك في الزراعه اه طبعا هو هو في اساسات اساس معين لاختيار الزراعات اللي هي المية التربة الجو اللي انت عايش فيه الامكانيات اللي ممكن تبقى متاحة او غير متاحة تمام فانا استلمت المزرعة ودقيت بير كان ملوحته في الاول 340 جزء أيضا. كان مشيني كويس جدا وماشي مع العنب كويس العنب يعني من الحاجات اللي بتحمل ملوحة محصلة بتحمل ملوحة تمام بتقل بتقل الانتاجية حسب ارتفاع درجة الملوحة خلاص ولكن لو حد معين ما المفروض ما عنه عشان خاطر ده بيقل اه كانت اثناء المروحه الكويسه فكرت ان ديت كانت مكان بركه المكان اللي انا واقف فيه ده كان بركه كان بركه او حفوره مم. وكانت الارض غير كده خالص خلصت اجراءات المزرعه كلها رحت رادمه وقلت هزرع مانجا في الاثناء ديت دي البيت الجديد ملوحة الميه فيه وصلت 2000 أيوه. وانا ما محت... الميه ترفع عندك الملوحه فيه. اه وانا ما حسيتش فيه خلاص كان عندي مشكلتين اثنين مشكله العنب المحمل اللي محتاج ان انا اغذيه كويس مم. كل ملوحه ما تزيد الابتيك بتاع النبات بيقل خلاص عن طريق الاسموزس فالتحجيم السمر بيبقى قليل الورق بيشفشف مني حروق ملوحه وحروق وحاجات زي كده تمام والمانجا مش باين عليها انا كنت ركز في العنب لكن المانجا حسيت ان المواد بتاعتها واقفه شويه ايوه خلاص اتحركت في الاول الشتلات دي بلد دي الشتلات ديت مزروعه من شهر 6 من شهر 6 الماضي واحنا دلوقتي في اول 11 اول 11 اه بقى لها خمس شهور تقريبا اه ماشي ما بس كان المفروض الحركه بتاعتها آه احسن من كده شويه وحتى الورقه اللي طالعه كانت ورقه شويه صغيره ما كانتش مظبوطه قد كده كان فيها بعض الحروق. احنا شايفين الورق ما شاء الله دلوقتي هو, هو دايما انا في نموذج بحب اوضحه لحضراتكم ان المردود بيبان عندي على نفس الشتله. طيب. يعني انت عندك النموات القديمه غير النموات الجديده في نفس الشتله ده. طيب. انا انا اساسا استشاري فراوله، استشاري فراوله. الحمد لله اتعلمت في بيكو على ايد اكابر الناس كامل بيه الله يرحمه الحاج محمود دياب، المهندس علاء دياب، ناس اكابر علمونا كويس. فشفت المنظر دوت سالت الجماعة بتوع الفراوله هنعمل ايه في الملوحه بتاعتنا فقالوا ان هم جابوا جهاز بتاع الشركه خلاص اه اشتغلوا بيه فغير الشغل بتاعنا في الفراوله فكلمتهم تاني وخدت عنوان الشركه وقلت طبعا مش دي مزرعتي يعني انا مش ماجرها لما أجرها سيبها امشي مزرعتي فلازم احل المشكله اللي فيها استثمار في قيمته حوالي 30 مليون جنيه هنا لازم احاول احل المشكله بتاعته فكلمت الشركه اتصلت بيها وما شاء الله سهلوا لي الموضوع جبت جهاز ركبته بعد الجهاز طبعا العنب ما ينفعش اشوف عليه حاجه غير تحليل ايوه لان العنب في مرحله يعني العنب ما تقدرش تحكم عليه بالعين يعني المجرده لا دلوقتي لانه كان بيحمل فكان بيغذي العنقود فما كانش يبان مش عارف بقى اقيس كل شويه حبيت العنقود كبرت آه. وما ما كبرتش بشوف مشاهدات م. انما الم... شترات المانجا بيبان على إنما الورق المانجا عندي دوره نمو يعني دي بعد دي, دي, دي بعد الجهاز دي بعد الجهاز دي خلاص الحجم الصغير دوت والمحر شويه كان قبل الجهاز. أنت حللت المايه آخر مرة إمتى وكانت كام؟ هي المايه محللها قبل قبل ما أجيب الجهاز ما ده اللي فزعني بقى على الشركة. المايه المايه كانت 2000 وصلت 2000 وصلت 2000 حللت في معمل محترم قال لي أنت المفروض تربي فيها سمك. سمك؟ أه فقلت لحضرتك لو هي مزرعتي هقضي الموس وأمشي. مش مزرعتي؟ مش مزرعتي, مزرعتي. لو أنا مأجر، مزرعتي فلازم أحل بقى. لما تركب الجهاز كان في حلول تانية كتير في السوق ويقول لك ممكن جربت اضافات ومعالجه ملوحه لا جربت المعالجات الملوحه كلها هي ما عادش زراعه هي بقى تجاره لان سعر المنتج في السوق بقى قليل مم. فعشان اكلف كمان في 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 التسميد ومعالجات الملوحه خلاص على مستوى الفدان غلب غلبه صح أنا الجهاز بقى له قد ايه هنا دلوقتي الجهاز بقى خمس شهور خمس شهور أوه. النتيجه ابتدت تظهر عندك او تحس ان في فرق بعد قد ايه من تركيب الجهاز انا انا عملت زيرو بتاعي خدت عينه في المعمل من التربه حللتها تمام خلاص ولسه مفترض ان ترتيبي مع الدكتور محمد ان انا هاخد عينه اليومين دولت حلل تربه تاني تمام إيز. اشوف مستويات الملوحه شكلها ايه لكن ك كعين مزارع شايف نموات في المانجا اللي هي الايه المونيتور بتاعي دلوقتي اللي ممكن اقيم عليها شغل دلوقتي انت ذكرت لي كام نقطه انا عايز برضو اركز عليهم قال لي المنتج في السوق قليل والتكلفه زادت يعني انا مهما هصرف برضو انا عايز السعر يبقى مناسب فلما يبقى عندي مشكله احاول ان انا افكر بحل مناسب يقلل من المصاريف جميل. زودت طبعا المضادات الملوحه ما جابتش نتيجه الجهاز انت مركبه بيغذي كام فدان الجهاز بيغذي 34 فدان لاحظت النتيجه من اول الارض لاخر الارض واحد لا ولا هو في اختلاف هو العنب عشان بس نبقى في مصداقيه في الكلام ما يبانش عليه حاجه دلوقتي غير فترات النمو اللي جاي ده انا مبسوط من كلامك آه. انت عاوز يبقى كلامك دقيق العنب ماشي معاك حلو بس انت عايز بالتحليل مش... اه بد... مش عايز بالعين المجرده آه. لا بالتحليل او مشاهدات الورقه م. لكن استاذ الحباية مش هتقيس الحبان كل شويه ايوه لكن مشاهدات الورقه الورق قد... مش شبان دلوقتي مش دلوقتي أيوه. ده الوضع لكن اللي شغال اوريدي اللي هو الم... وعلى الم... فكره ده تحدي اصعب يعني الشتله بتاعت المانجا حساسة اكتر أيوه. من و... و... وده شغال معايا حضرتك بص وراك دوره دانامو طالع ورقه فرده بالكاميرا برضه كده دي ورقه مانجا كويسه خالص يعني احنا شايفين دي, ش... دي, يعني يعني دي دي شتله يعني دي شتله بتعالج لا بتعالج لان مش مش, مش مضمون فيها هي بتعالج هي آه لكن دي شتله مانجا يعني بص احنا كده لو جينا بالكاميرا دي شتلات المانجا آه نسبه الملوحه هنا 2000 جزء في المليون نسبه مرتفعه بالنسبه للمانجا بيقول لي معمل التحليل قال لي انت تزرع فيها سمك احسن لك من لما تزرعها الشتلات هنا لو احنا جينا هنلاقي ان كله برضو النتيجه فيه نموات خضريه في تحسن في شتلات المانجا اللي مزروعه على 2000 جزء في المليون دي نتيجه استخدام معالج المياه المغناطيسي ودي التجارب اللي احنا بنرصدها من على ارض الواقع في برنامج اسال مجر في في كمان عشان ندعم كلامنا بكلام صح غير المانجا انا استشاري فراوله زي ما قلت كان عندي مشكله في الشركه كنت ماسكها 60 فدان عندهم بير فراول حساسة جدا أيوة. خلاص كبيرها 500 جزء بتبدا تعاني خلاص عشان انت عندك اضافات تسميد وحاجات زي كده لقيت في بير معدي ال1000 ايوه خلاص قالوا بالتليفون الدكتور عايزين جهاز لده عشان بير تاني يبقى ايه سبورتد مع مع البير التاني تمام لقيت الجهاز ركب شغالين حاليا شغالين فراولة عليها ما شاء الله حاليا شغالين فراوله عليها فدي حل حل مشكله كويسه خالص بخلاف معالجات الملوحه زي ما قلت لك هي اقتصاديات انا هصرف كام على الكيلو وابيعه صح السنه فاتت كان اسعار تكلفه عاليه جدا الاسعار ما فيش ما فيش خالص عشان يبقى عندي قدره تنافسيه مفروض اعمل فرق ما بين الايه؟ زياده في الانتاج وسعر مناسب هو الانتاج مش هتحمل اكتر من كده لان هو ده بتاع المحصول ده اقصى حاجه في المحصول تمام عشان لا بس انت لما الاشجار بتاعتك تكون ما فيهاش مشاكل أيوة. النمو الخضري بتاعها كويس أيوة. فدي هتديك انتاج اكتر برضه انا لا انا في العنب جاب البيك بتاعه جاب اقصى انتاجيه بتاعته أوه. ولكن لو عنديش ما عنديش مشاكل هيبقى اوصل لكده باقل تكلفه ما عنديش مشاكل هوصل لكده بتلوين عالي صح ما كترش المشاكل اللي عندي كفايه عندي اذا كان عندي شويه حشيش في حشيش في الارض برشهم لكن ما بيش حشايش وسلنتي ملوحه عاليه ورش و و و و مبيدات حشائش بتقتل الزرع وكذا وكذا لا انا عايز اركز في حاجه واحده فمشكله الملوحه حتى كمان بت 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 بتمشي بت بت معايا كويس في محلول الرش ما الملوحه العاليه دي هتأثر عليا في محلول الرش صح. ماشي مطلوب من محلول الرش يبقى الملوحه بتاعته مناسبه يبقى الحموضه بتاعته مناسبه هيبقى عشان ما مد... تزودش الحمل بالنسبه لها الميه مالحه والتربه مالحه والمحلول والمحلول الرش مالح وكده يعني الحمد لله المشكله اتحلت الحمد لله المشكله اتحلت وهندعم يعني الكلام ده إيه في الجهاز ده في الاخر والله انا مش رايي انا ما بقولش رايي انا بقول اللي انا شايفه احلى حاجه بس انا بقول انا شايفه انا شايفه برضه يعني هو احنا بنقول اسال مجرب بنرصد من على ارض الواقع النتائج خير دليل او الاشجار هي اللي بتحكي وبتتكلم عن ايه اللي اتعرضت له بعد استخدام معالج المياه المغناطيسيه